السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة الجمعة من برنامج مرآة الصحافة، والبداية بالعنوان. في نيوزيلندا هيرالد، الهجوم على المسجدين يشير إلى وجود نواة فاسدة في المجتمع كان يمكن تحديدها قبلا. في ميديا بارت الفرنسي، السلطة الجزائرية تؤجج الغضب الشعبي بدلا من تهدئته. وموقع ستراتفور الأمريكي يتساءل لماذا سيكون التباعد بين الولايات المتحدة والسعودية أمرا محتوما. تعليقا على الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، كتب ديفيد فيشر في صحيفة نيوزيلندا هيرالد أن ما حدث ظهر اليوم يشير إلى وجود